أحييكم مشاهدينا أجمل تحية، وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج الأيام السبعة وأبرز الملفات والأحداث. سيرافقني فيها ضيفي في الاستوديو الباحث والصحفي السيد رعد هاشم، والبداية كالمعتاد من العناوين. استعدادات لتحرير محافظة الأنبار، والولايات المتحدة تقول إن القضاء على داعش يحتاج إلى شريك فعال على الأرض. دعوات لعودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، وتطبيق مفهوم المصالحة الوطنية الحقيقة بعيداً عن الشعارات. كردستان تتوقع حدوث انهيار اقتصادي كبير في الإقليم، وتدعو إلى إبرام اتفاقية نفطية جديدة مع بغداد. بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية بريت ماكورك التطورات الأمنية والسياسية في العراق، وذكر بيان لمكتب العبادي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تدريب وتسليح القوات العراقية وإعادة النازحين والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلد ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة. من جانبه شدد ماكورك على أهمية تكثيف الجهود لإعادة النازحين في صلاح الدين وبقية المدن وإعادة إعمار المناطق المحررة واستمرار الدعم الدولي للحكومة العراقية والقوات الأمنية في مواجهة الإرهاب. وأثناء اجتماع له مع أعضاء مجلس الأنبار، قال حيدر العبادي إن الاستعدادات جارية لتحرير المحافظة وحماية المواطنين وإعادة العوائل النازحة ومشاركة أهالي المحافظة في تحرير مناطقهم، إضافة إلى بسك الأرض بعد تحريرها. وعبر العبادي خلال الاجتماع عن أسفه لوجود من يخدم العدو إعلاميا ويكسر معنويات المواطنين لخدمة جهات معينة أو الجهل بالأمور. احنا حريصين على جانبين في الأنبار، الأول تحرير مناطق الأنبار بالعمل العسكري، والأمر الثاني الاهتمام بالمدنيين. كل العمليات اللي نباشر بها أحد أول الأسئلة اللي نحطها أمامنا ويحتاج إلى علاج هو موضوع المدنيين وكيف نعالج موضوع المدنيين. هي بالأخير حرب، وهذه الحرب نواجه عدو شرس، وهذا العدو ما يلتزم بأي أسس أخلاقية في القتال أو في المواجهة. الآن عندنا عمليات في الصقلاوية والمناطق المحيط بها، ودنا نتعاون لإيجاد ممرات إلى المدنيين في هذا الإطار، والحمد لله يبدو الناس أيضا بسبب يعني قساوة الظروف أصبحت هي تضغط على داعش لعدم منعها من التحرك من المنطقة الأخرى. طبعا داعش، انا اطمنكم، داعش مو بالقوه التي تبدو بها، وانتم بعضكم يعرف هذا الموضوع. هم يحاولون ان يبرزوا معالم قوتهم وقدراتهم اللي هي معالمها الارهاب، القتل العشوائي، القساوه في القتل. اكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي انه لا مكان للطائفيه في المؤسسه العسكريه، وقال العبيدي خلال تفقده مقر قيادة القوات البرية إن معركة الأنبار ستنطلق قريبا، وإن الاستعدادات لشنها جارية انطلاقا من تشخيص أسباب الانتكاسات السابقة. نحن بصدد عمليات عسكرية كبيرة مهمة نسترجع فيها مدن العراق، يحتاج لها إلى استعدادات، يحتاج لها إلى إمكانيات كبيرة من أجل التصدي لهذه المجاميع الإرهابية. والأداة الأولى والحقيقية والمهمة في هذه المعركة هو التدريب والشجاعة الفائقة في ميدان المعركة، ولكن الأسباب شخصت تقريبا في أسباب خسارة معركة الأنبار، ونحن إن شاء الله تلافينا هذه الأخطاء وجهزنا قوات كبيرة ومهمة وجهزناها بأفضل الأسلحة والأعتدة والتجهيزات والمعدات، وسنخوض معركة الأنبار قريبا. وتعرض قضاء حديثة الذي يضم أهم سد مائي في محافظة الأنبار إلى هجوم عنيف بست سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.
مصادر في قيادة عمليات الأنبار قالت إن 6 انتحاريين بسيارات مفخخة استهدفوا المحيطين الشرقي والغربي لقضاء حديثة، إلا أن القوات الأمنية المرابطة في القضاء تمكنت من تفجير السيارات المفخخة قبل وصولها إلى تجمعات القوات الأمنية ومقاتلي العشائر في محيط القضاء. وأضافت المصادر أن القطعات البرية عززت من وجودها في محيط قضاء حديثة بالكامل تحسباً لوقوع هجمات مماثلة قد تستهدف المداخل الرئيسية للمدينة. هذا وذكرت رويترز أن انتحارياً فجر جرافة مفخخة في ناحية جبة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية جنوب شرقي حديثة، ما أدى إلى مقتل 7 جنود عراقيين. نفى مجلس محافظة الأنبار خسارة القوات الأمنية أي مساحات خلال التصعيد الأخير للتنظيم على طول الجبهة الغربية للمحافظة. وقال نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوي خلال مؤتمر صحفي أن التنظيم لم يحقق أي تقدم في بروانة والحقلية ومحيط سد حديثة، وعلى العكس حققت قوات الجيش مدعومة بأبناء العشائر تقدما ميدانيا مهما وسط الصقلاوية. حقيقة ركز داعش طيلة 72 ساعة الماضية على المناطق الغربية وتحديدا حديثة والشن، أعنف هجومه يوم أمس حيث نفذ أكثر من 7 إلى 8 سيارات مفخخة وهاجم القضاء على أكثر من محور، وكذلك قبل يومين أيضا نفذ هجوم بثلاث سيارات مفخخة. كل هذه العمليات التي قامها داعش في المناطق الغربية كلها كانت عمليات فاشلة، لم يستطع التقدم بأي مكان لا ببروانة ولا بالحقلانية ولا باتجاه سد حديثة، كل هذه العمليات فاشلة وكل السيارات المفخخة لم تستطع الوصول إلى القطاعات العسكرية والنقاط الأمامية. أما في الصقلاوية طبعا كان هناك هجوم شنته القوات العراقية وكذلك فصائل من الحشد الشعبي على مدينة الصقلاوية، هذه المدينة الاستراتيجية شمال مدينة الفلوجة. طبعا الهدف من هذه العملية هو اليوم إحكام السيطرة بالكامل على مدينة الفلوجة وقطع كافة الإمدادات التي تصل داعش في المدينة، باعتبار أن المدينة مطوقة من الجهة الجنوبية من عامرية الفلوجة ومن الجهة الغربية من اتجاه قاعدة الحبانية ومن الشرق القرم ومن الشمال باتجاه ذراع دجلة، فقط بقت الصقلاوية هو المنفذ الوحيد للدواعش. قبل قليل أيضا أستطيع أن أبشر كل أهلنا الموجودين في الأنبار وكل أهلنا الموجودين في العراق، الآن القوات العراقية رفعت العلم العراقي فوق مبنى ناحية الصقلاوية وكذلك مركز الشرطة والمجلس المحلي. صحيح أن القوات الأمنية لم تستكمل السيطرة بالكامل على الصقلاوية، لكن المهم أننا دخلنا إلى قلب مدينة الصقلاوية وأصبحت المدينة الآن تحت سيطرة القوات الأمنية. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن القضاء على داعش في العراق وسوريا يحتاج إلى شريك فعال على الأرض، وأن إلحاق الهزيمة بهذا التنظيم يجب أن يكون على يد قوات محلية تمسك الأرض بعد تطهيرها. أوباما قال خلال مؤتمر له في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة تعمل على تسريع عملية تدريب المتطوعين من العشائر السنية في الأنبار لكي يكونوا قوة قادرة على دفع خطر التنظيم، كما أن المساعدات ستستمر لقوات البشمركة ومقاتلي العشائر السنية. إننا نسارع في عملية تدريب المتطوعين من العشائر السنية في الأنبار، وإن المزيد من المتطوعين السنة يتوافدون يوميا إلى مراكز التدريب، كما سنواصل إرسال المعدات المهمة من المقذوفات المضادة للدبابات إلى القوات العراقية ضمنها البيشمركة ومقاتلي العشائر. وأقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن قتال تنظيم داعش لن يحسم سريعا وقد يأخذ وقتا، وقال إن العمل العسكري يشهد تقدما على الأرض وكذلك انتكاسات. This will not be quick. This is a long-term campaign. لن تكون الحملة ضد داعش سريعة بل ستكون بعيدة الأمد. مقاتلو التنظيم انتهازيون وماهرون، وفي الكثير من مناطق سوريا والعراق ترسخوا بين المدنيين والأبرياء. سيستغرق اقتلاعهم وقتا، وكحال أي جهد عسكري ستكون هناك فترات تقدم وكذلك انتكاسات. في السنة الماضية شهدنا كيف أنه يمكن صد التنظيم حين يكون هناك شريك فاعل على الأرض، لذلك ينبغي بذل جهد إضافي لتدريب القوات الحكومية ومقاتلي العشائر في العراق والمعارضين السوريين المعتدلين. وأكدوا بأنه لا خطط حالية لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى خارج الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش.
أرحب بضيفي بالاستديو السيد رعد هاشم الباحث والصحفي. أهلا وسهلا بك سيد رعد. يعني برأيك سيد رعد، ما هي الانتكاسات السابقة التي حدثت في الأنبار والتي يجب أن يتم تلافيها للمعركة القادمة؟ هو أهلا وسهلا بست. هو العملية الأكبر في الانتكاسة يعني وضياع الأنبار وقبلها بنحو عام، عدم استفادة من التجارب التي تمخضت عن سقوط الموصل والمناطق الأخرى بتكريت وصلاح الدين عموما، هذه بحد ذاتها هي الانتكاسة اللي دائما يطلقون عليها الإعلام الغربي وبشخص أوباما نفسه وحتى كارتر، أشتون كارتر وزير الدفاع، ما يشير إلى عظم هذه الانتكاسة هو عدم أخذ بالعبرة. يعني التجربة هذه مرت، سقوط الموصل مرت عليها سنة، وقبل مرور هذه الذكرى تسقط الأنبار، إذن الاحتراز أو العملية المصد أو خلق مصدات لتلافي سقوط مدن هو هذا اللي يعني أزم الموقف، وحقيقة هو جزء من تداعيات أسبابها ربما تلحق بأساسات يعني بالعملية السياسية ككل والتناحر الحاصل. هذه مردها بالأساس، أنا أحكي لك على الميدان، على مستوى الميدان انتكاسة الأنبار هي نتاج ضعف التنسيق المعني ما بين، أقصد يعني ما بين القطاعات الأمنية والقيادات. يعني كثير من الضباط العسكريين عندما تتحدث لهم عن الانتكاسة وسببها وكيف أن السياسيين علقوا تلك الانتكاسة أو الخسائر في الرمادي عليكم أيها العسكر، يجيبون العسكر أن هناك يبدو ضعف تنسيق متعمد تارة في بعض الميادين وتارة آخر يعني ربما غير متعمد وإنما عن جهل أو ربما تخلف، ذلك إن هناك قيادات دخلت غير متدربة، قيادات يطلق عليها البعض ميليشياوية ويطلق عليها الآخر حشود أو حشد شعبي، هذه الجماعات غير المتدربة لا تفقه كثيرا في مجريات ومعطيات الميدان، ذلك ترين أن الانتكاسة عندما حصلت إلى الآن لم تقر مسبباتها الأساسية للاستفادة منها لتلافي ما هو أخطر. ما هو أخطر الآن هو الزيادة في الهجمات الارتدادية من قبل عناصر داعش، يعني ضعف لم نقل يعني تهاون أو وهن في قدرة الصد. نعم يقولون لك أننا صدينا كذا حادث تفجير انتحاري وكذا عملية، ولكن أين دور زمام المبادرة؟ وهذا ما قلنا به، لو كانت هناك قدرة تنسيقية اللي كانوا يفتقدوها قبل سقوط الرمادي، لو كانت هذه القدرة التنسيقية العسكرية المنظمة مبرمجة مع القيادات الأساسية والهيئات الركن في بغداد لكان الموقف يختلف بالتأكيد. ما هي قراءتك لما تحدث به الرئيس الأمريكي بارك أوباما بأن المعركة ستطول؟ يعني هل هو اعتراف بقوة ما يعرف بداعش أم هو يعني اعتراف بضعف الاستعداد للمعركة؟ هو شيء من هذا وذاك، هم أعلنوا كما لا يخفى على الجميع، هم الأمريكان والغرب عموما المسؤولين الغربيين عموما كأنهم متفقين على يعني توقيتات بعينها، مرة يقولون 3 سنوات ربما تطول إلى 5 سنوات، هذه المواضيع قابلة لأن تخضع يعني مسارات على الأرض ربما هي التي ستتحكم بالوقت المقصود. نعم. ابقى معي سيد رعد، سأعود إليك.
أكد رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم أن الوجه الآخر لمحاربة الإرهاب هو فكري وديني، يجب أن تتم محاربته عبر الوسطية. وقال الهميم للشرقية نيوز على هامش تفقد مجمعات النازحين في أربيل وسليمانية وكركوك إن الحل الأمني في العراق يجب أن يخرج من الحل السياسي، وإن البلاد بحاجة إلى تسويات تاريخية. وقد تم التداول الحقيقة في كل الأوضاع الموجودة في هذه المدن الساخنة، حيث أنه قد تم اختطافها من قبل الإرهاب، وبالتالي كيف نعمل على إعادة هذه المدن مرة أخرى. ونعتقد وبيقين أن الحل في المحصلة النهائية هو حل يجب أن يعتمد التسويات التاريخية، ولا يمكن للحل الأمني بانفراده أن يحقق منجزا حقيقيا، وإنما يجب أن يخرج الحل أن يكون الحل الأمني في سياق حل سياسي يعتمد على التسويات التاريخية. نعتقد أنه الحل الأمني يجب أن يخرج من رحم الحل السياسي بالمحصلة النهائية، وهذا ما نعمل عليه. ونعتقد أن التسويات التاريخية هي طريقنا الأوحد إلى هذا الحل. هذا من جهة. من جهة أخرى الحقيقة يجب علينا، نعتقد وبيقين أن الوجه الآخر للحرب على الإرهاب هو وجه فكري وديني، وبالتالي يجب علينا تفكيك الخارطة الذهنية للإرهاب والبنية الفكرية والمعرفية للإرهاب، وبالتالي يجب علينا أن نتعامل مع بنى فكرية جديدة تقوم على قاعدة الوسطية، باعتبار أن الوسطية هي المنهج الذي جاء به الإسلام، الوسطية والاعتدال في سبيل الوصول إلى حلول ناجعة في هذا السياق. لا تزال العائلات النازحة من أقضية ديالة بانتظار السماح لها بالعودة بعد مرور أشهر عدة على استعادتها بالكامل من سيطرة داعش. السلطات الأمنية سمحت بعودة عدد من العائلات إلى المقدادية بخلاف السعدية وجلولاء اللتين لا تزالان خاليتين من السكان. الفرقة الخامسة وعدت بضم أبناء العشائر إلى القوات الأمنية المحلية لمسك الأرض بانتظار تحقيق تلك الوعود على أرض الواقع. سيف طلال والتفاصيل. على طول طريق مدخل قضاء المقدادية يصطف المئات من النازحين بانتظار دورهم لتسجيل بياناتهم من أجل العودة إلى منازلهم. أكثر من 250 عائلة نازحة عادت إلى قرى شمال المقدادية كوجبة أولى. ونطالب الدولة العراقية إذا كانت بيوتنا متضررة أو أي شعب من الممتلكات نطالبها بالتعويض في سبيل هاي العوائل تستقر وتعيش برفاه. مجمل أعداد العائلات التي عادت إلى القضاء خلال الأشهر الماضية وصل إلى أكثر من 8000 أسرة بحسب قيادة الفرقة الخامسة، التي أكدت أن حماية هذه القرى سيكون من خلال أبنائها. بعد عودة هذه العوائل إلى محافظة ديالة وخاصة إلى قرى شمال المقدادية، هنالك خطة لإدخال هذه المناطق ضمن خطة الأمنية لمحافظة ديالة، وخاصة الأشخاص القادرين على عمل السلاح وخاصة الشباب من هذه القرى نتمكن من إدراجهم في وحدات الجيش إن شاء الله ووحدات الحشد الشعبي لكي يحمون مناطقهم أولا، ومن ثم أعطاء لهم فرصة لترتيب أوضاعهم الأمنية. وعلى الرغم من إعادة العائلات إلى بعض قرى المقدادية إلا أن هناك الآلاف في مخيمات النزوح ما زالوا ينتظرون دورهم بالعودة. نواحي السعدية وجلولاء ما تزال خالية من السكان على الرغم من تحريرها منذ أشهر، ويترقب النازحون منها وقت العودة وإنهاء معاناة النزوح. من قرى المقدادية، سيف طلال، الشرقية نيوز. عقد اتحاد القوى العراقية اجتماعا برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلق ونواب الاتحاد في البرلمان لبحث التطورات الأخيرة التي تخص عمل الاتحاد والأوضاع في المحافظات الست. وحذر اتحاد القوى في بيان له من عواقب سياسة الأرض المحروقة التي تطالب بها بعض الجهات، وأكد بأن تطهير الأرض من تنظيم داعش يحتاج إدراك حقيقة مفادها أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكن أن تكون فاعلة من دون أن تمر عبر بوابة الحلول السياسية.
ودعا الاتحاد الأجهزة الأمنية إلى تقديم الدعم للعوائل النازحة وتسهيل خروج المدنيين وعدم وضع المعوقات أمام دخول النازحين إلى بغداد والمحافظات الأخرى. أكدت اللجنة المالية النيابية أن قرار المحكمة الاتحادية إلغاء 8 فقرات من الموازنة المالية للعام الحالي 2015 ألغى نصف الأموال المخصصة للنازحين، وصادر حق البرلمان الدستوري بتعديل القوانين القادمة من مجلس الوزراء. وحذرت اللجنة في بيان من أن قرار المحكمة بقبول طعن الحكومة أدى إلى إلغاء نصف التخصيصات المرصودة للنازحين، وهي 1,400,000,000,000 دينار، أي ما يعادل $1,000,000,000، تم رفعها بذلك القرار. إن الحكومة تتقدم بطلب طعن في مواد تخص هذا الأمر، والمحكمة الاتحادية استجابت لطلب الحكومة وأصدرت قراراً بجانب الحكومة ورفعت أكثر من نصف تخصيصات النازحين اللي هي 1,400,000,000,000، تم رفعها من خلال هذا القرار. هذا الأمر خطير جدا، لأن أمر دعم النازحين ضروري جدا، وهذا الأمر يصب في مصلحة داعش ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي، لأننا إذا لم نوفر الدعم للنازحين من مأوى ومن غذاء فهذه رسالة إلى أبناء المحافظات المحتلة بأن الدولة غير متكفلة بإعانتهم، وقد يلجأوا إلى أن يذهبوا بجانب داعش وأن لا يأتوا بجانب الطرف العراقي أو الطرف الحكومي، وهذا أمر خطير ورسالة سلبية تقدمها الحكومة وتقدمها المحكمة الاتحادية إلى النازحين. والأمر الآخر والخطير أيضا هو موضوع تخصيصات الحشد الشعبي وشمول أبناء المحافظات المحتلة، وكان هنالك إطار قانوني لشمول أبناء هذه المحافظات بنسبة مئوية من عدد سكان كل محافظة، أيضا هذه الفقرة قد تم رفعها بقرار المحكمة، وهذا أمر خطير ورسالة سلبية لأبناء هذه المحافظات بأن الحكومة لا تريد أن تنخرطوا في منظومة الحشد الشعبي ولا تريد أن تقاتلوا داعش. هذه رسالة خاطئة أرسلتها الحكومة إلى أبناء هذه المحافظات. نحن نريد من الحكومة معالجة سريعة وعاجلة لهذين الأمرين الخطيرين حتى لا تجد داعش طريقا لانتصار على العراقيين في هذا الأمر. بحث نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي مع وفد حزب الدعوة الإسلامية ضرورة تقريب وجهات النظر السياسية لتعزيز الاستقرار في العراق. وذكر بيان لمكتب الأعرجي أنه تم استعراض تطورات المشهد السياسي ومستجدات الحرب ضد الإرهاب وضرورة توحيد الموقف السياسي. وأضاف البيان أن الأعرجي أكد ضرورة أن يكون للكتل السياسية الفاعلة دور جاد في تطبيق وترسيخ مفهوم المصالحة الوطنية الحقيقية والعمل على تقريب وجهات النظر بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم توجه الحكومة المركزية في الحرب ضد الإرهاب. شدد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي على أن المصالحة أساسية لبناء العراق تستوجب قرارات صعبة وتنازلات وإجراءات قانونية وعملية. وأضاف النجيفي خلال لقائه وفد منظمة إدارة الأزمات الدولية إنه لابد من التعايش المشترك وتقاسم السلطة ومعالجة إرث الماضي بطريقة تسامحية، وإن المطلوب تغيير قناعات وسياسات باتجاهات عمودية وأفقية، الأمر الذي يتطلب حضورا قويا للإرادة في تنفيذ إجراءات وتشريعات ينبغي أن تحترم، مع توسع في إعطاء الصلاحيات في العراق إلى حد تشكيل أقاليم ضمن سقف الدستور. أعود إليك سيد رعد، يعني مع كل المعاناة التي يطلقها يتحدث بها النازحون ويطلقها العديد من المتابعين لهذا الشأن، يصدر قرار يلغي نصف المخصصات التي هي مخصصة بالأصل لهم، يعني كيف يمكن أن نقرأ هذا القرار؟ والله هذه طبعا لا نعرف أن ندرجها ضمن مخالفة دستورية أو قانونية أو هي تخضع
لمساومات سياسية. يعني هذا الموضوع بالذات يعني موضوع النازحين والمعاناة كما ذكرت حضرتك وكما جاء بالتقرير، يعني هذا موضوع معاناة النازحين شيء يعني مؤلم، وهو يفترض ما بعد يأتي بالأهمية ما بعد الجوانب اهتمام بالجوانب الأمنية، الاهتمام وتركيز الأموال أو ضخ الأموال باتجاه موضوع دعم الميزانية الدفاعية، هذا بالمرتبة الأولى طبعا. والمرتبة الأخرى يعني يجي بالمنزلة الثانية هو موضوع دعم النازحين، هناك ناس في العراء، ناس في المخيمات، ناس لا تقوى حتى على دفع تكاليف الإيجارات، على دفع حتى أبسط مقاومات الحياة، فضلا عن أمور الدراسية وأعباء العائلية في هذا المجال. فذلك ما لم تتدارك هذه اللجان سواء المالية النيابية وإلا سيكون التداعي في حالة إقرار مثل هكذا مسائل يعني غاية بالصعوبة. ولعلنا نذكر كيف حصل موضوع أزمة التخصيصات التي حصل بها تداعيات أو كلام خارج عن المألوف بخصوص وجود فساد بملف أموال النازحين، اللجنة اللي كان يرأسها المطلق. هذه طبعا انعكست كثيرا على أداء حتى الحكومة وعلى مستوى رضا الناس وازدراءهم من هذا الشيء الذي حصل. مطلوب أنه تفاعل الجهود سواء على مستوى الكتل السياسية والبرلمانية لتفادي هذا الأمر بالتأكيد. يعني فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، إذا كانت كل الكتل وكل الأطراف تتحدث عن أهمية المصالحة، لماذا إذن برأيك لا نجد هذه المصالحة؟ هذا موضوع طبعا واسع ويحتاج إلى يعني أكثر من نظرة وأكثر من توسعة بهذا المجال. نقول أنهم لو أرادوا طبعا أن يجلسوا إلى طاولة نقاش، وكما ذكر أحد المسؤولين الآن أنه تصافي النوايا وعفى الله عما سلف في كثير من القضايا أو المسائل الخلافية، ولعل مستوى الخطر المحتق بالبلاد وما يمر به من هجوم بربري على مستوى التنظيمات الإرهابية ومن ضمنها داعش يجعلهم هم يفترض السباقين في إعطاء الأولوية لهذا الملف الحيوي والمهم اللي انعكاساته إيجابية على البلد بالتأكيد. نعم، ابقى معي سيد رائد، سأعود إليك وفي حلقتنا أيضا. كردستان تتوقع حدوث انهيار اقتصادي كبير في الإقليم وتدعو إلى إبرام اتفاقية نفطية جديدة مع بغداد. توقع رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان البارزاني إن حدوث انهيار اقتصادي كبير في الإقليم بسبب الحرب مع تنظيم ما يعرف بداعش ووجود نحو 2 مليون نازح. وأضاف نجرفان البارزاني في تصريحات إن عدم تمكن حكومة الإقليم من دفع رواتب الموظفين منذ نحو 3 أشهر بسبب قطع الميزانية من قبل حكومة المركز في بغداد منذ العام الماضي سيؤدي إلى حدوث الانهيار الاقتصادي، مشددا على وجوب البحث عن طريقة للخروج من هذه الأزمة، ومعبرا عن أمله بأن تتفهم الحكومة المركزية ذلك. أبلغت الحكومة العراقية ميناء جيهان التركي بإلغاء جميع تحميلات خام كركوك بعد أن زاد إقليم كردستان من مبيعاته النفطية المستقلة. ونقلت رويترز عن وكيل شحني في مذكرة إلى العملاء إن شركة تسويق النفط العراقية سوما التابعة للحكومة المركزية في بغداد أرسلت تعليمات إلى الميناء التركي بأن كل المخصصات قد ألغيت، كما خاطبت سوما مشتري الشحنات وطلبت منهم إلغائها، في حين قال مصدر تجاري ثان إن شركته تلقت إخطارا بعدم تخصيص أي كميات في المستقبل المنظور.
ونقلت رويترز عن مصدر نفطي عراقي مطلع تأكيد حدوث إلغاءات لمعظم الشحنات في الوقت الحالي، لكنه عبر عن الأمل في استئناف التصدير في المستقبل القريب. ومنذ منتصف حزيران باع إقليم كردستان ما لا يقل عن 12 مليون برميل من النفط عبر جيهان التركي، مع 5 ملايين برميل خصصها لسومو في أوائل حزيران قبل أن تتوقف تلك الكميات تقريبا بسبب الأزمة بين المركز والإقليم حول التخصيصات المالية. بالمقابل أعلنت حكومة كردستان بأن تصديرها المباشر للنفط الخام إلى الأسواق العالمية سيكون من أولوياتها من أجل تغطية العجز في ميزانية الإقليم وحل أزمة رواتب موظفيه بعد قطع حصته من الموازنة الاتحادية. وقال المتحدث أن التصدير المباشر للنفط من الإقليم سيوفر أكثر من 90% من احتياجات الإقليم، وأكد أن شركات النفط العالمية بيّنت موقفاً جدياً في التعاون مع كردستان لتصدير النفط الخام بشكل مباشر. ووصف المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين ديزي من أسماها محاولات الحكومة المركزية إخضاع إقليم كردستان من خلال قطع حصته من الموازنة الاتحادية، وصفها بالفاشلة، وقال أن سياسة حكومة كردستان كانت دوماً السبب في صمود شعب الإقليم. وكشف المتحدث بأن الأزمة المالية في الإقليم تسببت في إيقاف أكثر من 6000 مشروع بميزانيات وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى وجود تباطؤ في حركة الأسواق في كردستان. أعود إليك ضيفي السيد رعد، يعني الإقليم بدأ يتحدث عن رغبته بعقد اتفاقية جديدة، اتفاقية نفطية جديدة مع المركز، برأيك هل يمكن بالفعل أن يتم تجديد هذه الاتفاقية، وما الجديد الذي يمكن أن يكون فيها؟ حقيقة هو ضرورة أن يطرأ تطور جديد على هذه الاتفاقية هو أمر لابد منه، ذلك لأنه حصلت متغيرات على الأرض كثيرة من ضمنها تداعيات خطورة الوضع الأمني ومستوى التوجه الخطر اللي يشكله داعش. الآن الخلاف يتمحور في أنه التصدير بالمباشر أم عبر سومو، التصدير وواردات التصدير عائدات التصدير هل ستكون لكردستان بشكل مباشر، وذلك الأمر لا تقبله طبعا الحكومة المركزية. لا أخفيك أن هناك تيارا متشددا يتمثل بكتلة دولة القانون هم من يدفع باتجاه لا حل. نحن وجدنا اندفاعا إيجابيا لدى السيد العبادي في حل جميع المسائل العالقة، وليس موضوع الموازنة وليس حتى موضوع الرواتب أو موضوع الاتفاق النفطي. كما ذكرت من يوم 1/7 بدأ الإقليم قرر أنه يصدر النفط، وقرر أيضا أن يحول عائداته إلى ميزانية الإقليم نفسها لتحجز طبعا بموضوع تسديد الرواتب وأيضا التخصيصات الأمنية، لأنه هو يشكل أيضا واجهة أمامية في مواجهة داعش وصد داعش. نقول أن دولة القانون وبعض من يؤيدها هم من يحتاج أن يلين المواقف ليساهموا في مساعدة السيد العبادي لتحقيق حل قريب في هذا الموضوع المتأزم. نعم، يعني برأيك فيما لو تأزمت أكثر من ما هي الآن متأزمة إلى أين يمكن أن تصل؟ بتقديري هي تبقى الأمور جامدة، أنا لا أتوقع أن يحصل أي اصطدام، لأنه البوصلة الأمريكية أو الغربية سوف تحد من أي تصعيد ربما يكون يعني استثنائي وخطير وغير مقبول على الساحة السياسية العراقية. حفظ التوازن ما بين الأطراف طبعا مطلوب، وما أن تتصعد أي عملية بأي اتجاه وخاصة موضوع الإقليم وعوزه المالي الدائم والمستمر، تبقى البوصلة أو تبقى قبة البيضة الميزان مثل ما يقولون للغرب والأمريكان حاضرين في اتجاه أي إحقاق أي موازنة في هذا الأمر.
نعم. السيد رعد هاشم الباحث والصحفي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي في هذه الحلقة. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. استعدادات لتحرير محافظة الأنبار، والولايات المتحدة تقول أن القضاء على داعش يحتاج إلى شريك فعال على الأرض. دعوات لعودة النازحين إلى مناطقهم المحررة وتطبيق مفهوم المصالحة الوطنية الحقيقية بعيدا عن الشعارات. كردستان تتوقع حدوث انهيار اقتصادي كبير في الإقليم وتدعو إلى إبرام اتفاقية نفطية جديدة مع بغداد. في الختام شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.